بعض الأطفال حديثي الولادة من انسداد في القناة الدمعية، وهذا يعني عدم قدرة العين على تصريف الدموع بشكل طبيعي. وترجع إصابة الطفل بانسداد في القناة الدمعية إلى تأخر خلقي في تكوين القناة الدمعية له، فيؤدي إلى الانسداد الجزئي أو الكامل في نظام تصريف الدموع. ومن الضروري اكتشاف المرض مبكرا لتقديم العلاج والتقليل من خطر تعرض الطفل لداء في العين. للمزيد ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور أسامة عبد الحكيم، استشاري الحوار والجفون ومجرى الدم. أهلا بك دكتور، صباح الخير. أهلا بيك وصباح الخير، ومتشكر على وجودي معك جدا يعني، الله يحفظكم في صباح العربية يعني. شكرا، إن شاء الله يبقى صباحنا كويس دكتور. موضوعنا إن شاء الله دايما دايما يا رب دايما. موضوعنا اليوم عن انسداد القناة الدمعية عند الأطفال، وتحديدا أيضا أو بالإضافة إلى حديثي الولادة. تمام، ما هي الأسباب؟ كما ذكرنا في قبل قليل، قد يكون الموضوع عيب خلقي أو ممكن يكون هناك أسباب أخرى. لا، هو في الأطفال 90% 100% هو بيبقى خلقي يعني عيب. الطفل مولود والقناة الدمعية دي أصلها زي أنبوبة كده بتتكون أثناء الجنين، وبعدين بعد ما بتولد في حوالي أسبوع بتتفتح، بيبقى يعني أنبوبة هي مصمطة وتبتدي تتفرغ تتفرغ تتفرغ، وبعدين تتفتح بعد الولادة. في بعض الأحيان الغشاء الأخراني اللي هو آخر طبقة ما بتتفتحش، فالدنيا مقفولة فيحصل الانسداد، يبقى الأنبوبة مصمطة ومفتوحة وكل حاجة ما عدا آخرها بس، فلما بتتقفل من الآخر الدموع بتقف فيها وتبتدي تطلع على فوق ويبتدي يحصل يعني الانسداد. يعني بالنسبة للأطفال يعني بنتكلم عن 3 سنين او 4 سنين، ما بنكونش عن عدوى او بكتيريا. لا لا رضع. لا احنا بنتكلم على لا خالص يعني الاطفال القناه الدمعيه حموله يعني، عشان تبتدي تتسد ونتيجه مشاكل، ده بيحصل مثلا عند 20 30 سنه من كتر اللي استخدامها والدموع ماشيه فيها تبتدي تلتهب وتقفل. اما في الطفل اللي هو لغايه 7 8 سنين، ده لا، ده 100% بيبقى فيه انسداد، سواء كان دي او انسداد او غشاء رفيع. هل يترك الى 7 8 سنين ولا انه وهو رضيع يمكن؟ لا طبعا طبعا يعني الأمر. لا، هنا نقطه مهمه دايما بنحب نتكلم عنها يعني صراحه. اول حاجه يمكن بحب يمكن انبه عليها شويه، يمكن انا بشتغل بقالي حوالي 26 في مستشفى المغرب للعيون وعالجت اطفال كثيره جدا. فاكثر حاجه بتبقى غريبه يعني، اما كنا بندرس دايما لو قلنا الطفل عنده انسداد زي الصوره اللي حضرتك حاطينها، ان عينيه بتدمع، ان في عماص. بس انا يمكن اكثر حاجه لاحظتها على الطفل يمكن، ودي بحاول بس اوصلها للاب والام لانها يمكن مش موجوده في الكتب، انه بيبقى قرفان من حياته يعني. طفل فعلا بيبقى قرفان من حياته، عمره شهرين، عمره 4 شهور، قرفان من حياته. لا لا، ازاي الطفل يبقى قرفان من حياته؟ تخيل بقى 3 4 شهور وقرفان من حياته. احنا بنتضايق لما عينيه بتدمع، بالظبط كده زي ما حضرتك قلت. ليش اذا هي هذه الحاله؟ الطفل اول ما بيدمع ما بيبقاش شايف الصوره كويس بتاعته بابا ومامته، العموص الدموع نفسها والعماص مضايقه. هو الطفل لو عنده شويه مغص مش هيعيط؟ لو انت قرصته كده هيصرخ؟ نفس الحكايه، زي ما حضرتك هتحسي وعينيه مدمعه هو بيحس. فتلاقي الطفل فعلا قرفان من حياته، وبالتالي بتلاقي فعلا يعني انا لما بعمل العمليه انا بقول لحضرتك الكلام ده ليه؟ انا مش في دماغي ان هو قرفان ولا مش قرفان، بس انا بلاقي تعليقات الاب والام بعد ما اعمل العمليه، يقول لي انا بعد العمليه لقيته بيضحك معايا. طيب دكتور، يعني ما اهميه هذه القناه اذا كانت هي لتصريف الدموع؟ بالتالي ما اهميتها مهم جدا اذا كان في الغشاء الاخير هو المشكله؟ او احنا الميكانيزم بتاع عينينا ان احنا الطبقه اللي حضرتك شايفاني وشايفاني بيها دي زي ازاز العربيه كده، لو فضلت مفتوحه طول اليوم التراب هيدخل وهتغبش. فربنا خلق الجفن زي المساحات يبتدي يمسح العين. صحيح. بس عشان نشغل المساحات دي محتاجين ميه تنزل وتغسل العين. فاحنا عندنا فوق هنا في الغده الدمعيه زي الحنفيه بالظبط. انا دايما حتى اشبهها للمريض بالحنفيه والحوض. غده هنا بتفرز الدموع تخش على القرنيه، الجفن يغسلها، وبعدين تخش عشان تتصرف وتنزل من القناه الدمعيه على الانف على الحلق. اذا لم يتم تشخيص الحاله مبكرا. نعم. اذا لم يتم تشخيص الحاله مبكرا. ما هي المضاعفات التي قد تحدث؟ لو ما شخصناهوش بدري بقى وتنينا راكنينه، بيزيد الالتهاب، بيزيد العماص، بيزيد حتى قدرته في حتى إفرازات. الافرازات طبعا بيبقى فيه عماص كتير، ممكن تلتهب وتعمل خراج في المنطقه دهيا. كل ما كبر كل ما بقى العلاج اصعب يعني، احنا بنتكلم على تسليق او ايا كان انواع العلاج، لكن اكيد كل ما بتقدم الموضوع كل ما بيبقى الموضوع اصعب كتير يعني. كيف نكتشف هذا الامر عند الطفل الرضيع؟ هو الدموع باينه بتبقى في الصوره، الطفل بيدمع وبيعمص على طول يعني، تلاقي هو الاب والام يخش عليا يقول لي ابني مدمع وابني معمص أم الصبحية لا دموع باستمرار يعني. ما انت حضرتك تخيل انت حوض ومقفول وحنفيه عماله تنزل ميه عماله تنزل ميه، فهي بتغسل العين وتعبي القناه الدمعيه، بس الغسيل ده فيه وساخه، فيه افرازات، فبتتجمع في المنطقه دي، فبيبقى الاب والام جاي يشتكي ان فيه وساخه وفيه افرازات التهاب العين، لان المفروض تمشي
تلتهب العين طبعا التهابات واحمرار وعماص وبنقعد نديله ادرات ومضادات حيويه بنقعد نديله علاجات كثيره جدا. طب المضادات الحيويه في مرحله المضادات الحيويه ازاي ندي للطفل لسه بيبي يعني لسه في الاشهر الاولى انه احنا نديله مضادات حيويه؟ الاطرات المضادات الحيويه غير الشرب، الاطرات ما بيبقاش فيها منها تاثير على الجسم خالص، ما بنعتمدش على يعني. الفم مش على الفم، لا 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 حيوية. كلها اطرات بس، والهدف منها مش التسليك، لان زي ما اتفقنا في غشاء مسدود، الهدف منها ان الافرازات اللي موجوده دي نعادلها شويه ونتحسن الامور لغايه ما المجرى يا اما يفتح لوحده، ده بيحصل في حوالي 60 70%، يا اما ان احنا نخش ونفتحه لوحده. طبيعي لوحده يعني معناته انه هل نستعجل عليه ونذهب الى الطبيب ام نتركه حتى ينفذ؟ دي نقطه مهمه جدا بحضرتك. احنا اولا في حالتين بيحصلوا، يا اما الطفل عنده دموع بسيطة وفي الحالة دي احنا نقدر نصبر عليه، ما عندناش مشكلة، نقدر نصبر عليه، لأن هو اللي بيحصل إن هو لسه البيبي وشه صغير، لما الجمجمة بتتمط تكبر شوية فحضرتك تخيلت إن في أنبوبة، الغشاء برضه ممكن يتمط ويفتح، هو ده اللي بيخليها يفتح يعني. لكن لو الإفرازات كتيرة والعماص كتير فحرام إن احنا نسيبه، لأن هو بنتدخل احنا وبنسلكه بالآلات بتاعتنا، وخصوصا عندنا في المستشفى المغربي بنستخدم المنظار، نسبة النجاح عندنا 100%، ودي من الحاجات القليله جدا اللي لازم. مده العلاج دكتور، مده العلاج وامتى بنحتاج لعمليه جراحيه؟ العمليه انا بقول لك اي عمليه بتنطبق، العمليه حسب الاعراض. لو انت عندك اعراض كثيره يعني، الواحد لو عنده زايده وزايده ملتهبه هيعمل عمليه، لو مغص رايح جاي خلاص بيصبر. فهو نفس الحكايه، لو انا في عماص كتير، ابني عينيه مقفوله، مش معقول خالص ده اني سايبه. طيب لازم اخش واعالجه حتى لو عمره شهرين، رغم ان في الكتب للاسف ودكاتره كتير بيروحوا يزوروه، بيجي المريض يقول استنى 6 شهور واستنى سنه، وانا مش عارف هو مستني ايه يعني، معمصه ملتهبه زي ما قلنا، قرفانه من حياته، كاره نفسه والله، كاره اهله. عادي يخضع للتخدير؟ ما هي هنا التخدير بقى بنقطه مهمه جدا، يعني اكتر حاجه بتخوف الاهل أو ممكن كلمة مخدر، أو ممكن مخدر بقى الاقي الأم اتخضت كده وخلت ابنها عايزة تجري وتسيب العيادة مني، يعني أنا مقدر هذا الإحساس، لكن إحنا في الزمن ده اللي إحنا بنتكلم فيه على الارتفيشال انتليجنس، بنتكلم فيه على بلد زي دبي اللي هي المعايير فيها يعني بتطبق لأعلى درجة لأعلى درجة، فإحنا السيفتي عندنا بمنتهى الأمان فظيعة، يعني إحنا عندنا مثلا تفتيش كده كمان يومين، أنا بقول لحضرتك كان عندي لولي باب بيطير الأطفال سحبوه مني، قال لك أصل ممكن الطفل يبلعه مش عارف يحصل له إيه، كان عندي تويز قال لك ده العيل ممكن، فقلت لهم ده ناقص إن الكواليتي يعني تيجي تكشف مكاني، يعني كل حاجة بتطبق والنمرة واحد بيشنت سيفتي يعني. فإحنا المعايير في التخدير، المعايير في الملاحظة، كل المعايير بتطبق بشكل مثالي مثالي الأقصى مما نتخيل، لدرجة ساعات بتبقى متعبة بالنسبة لنا، بس طالما هي في مصلحة المريض إحنا بنستحملها يعني، مفيش خوف من التخدير خالص. شكرا لك على وجودك معنا في الصباح العربية. كان معنا الدكتور أسامة عبد الحكيم استشاري الحول والجفون ومجرى الدم.